وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، أرون وترين، لو أن هؤلاء العباقرة، هؤلاء الأفذاذ الأذكياء النابهين لم يكونوا مزودين بحاسة جمالية، لم يكن فيهم الحس الجمالي النقدي ناميًا يقظًا، هل كان من الممكن أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ أبدًا. لماذا؟ لن يستثيرهم شيء منذ البداية. هذا جواب لماذا لم يفعلها فلان وفلان، لماذا لم يفعلها أنا وأنت؟ لأننا لم نستثر تلكم الاستثارة أيها الإخوة التي شدت أعصاب الفكر وقدحت زناد البحث لدينا، بحيث نبدأ نبحث متسائلين، كيف؟ ما السر؟ هناك جمال مخفي، هناك جمال مشمول، جمال مضمن مستكن خبيء لا نشعر، لا نشعر أين هذا الجمال؟ لا نشعر به. ومن هنا أختم الخطبة بالتأكيد على ضرورة أن نحذق أيها الإخوة، أن نحذق فنون وآليات ووسائل ومناهج التربية الجمالية التي نحن مقصرون فيها جدا. قلت مرة عبارة أيها الإخوة، سبب كبير من أسباب انتشار الإرهاب والعنف الآن في الوسط الإسلامي، هو موجود طبعا، ليس بذلك الحجم الذي يصوره أعداء الإسلام في الشرق والغرب، لكن موجود وبشكل مثير ومقلق ومحزن، موجود في كل مكان في بلاد العرب والإسلام الآن، مش بس في العرب، وفي الإسلام وفي العالم وحول العالم موجود. سبب أساسي ورئيس، من الصعب أن شيخا تقليديا، لماذا؟ لنقص التربية الجمالية لدينا ولدى هذا الشيخ، أن يشير إليه لا يخطر على باله، لا يخطر على بال، بل هو يساهم في إنتاج هذا العنف بطريقة غير مباشرة. أنا أقول هذا وأجري على الله، يقول لك هذا مبالغات عدنان، ما هو مبالغ، لا، هذه طريقتي في التفكير، مبالغ غير مبالغ، أنا حر. ما إيش الطريقة؟ أنت حين تأتي وتحرم علي الرسم، حرام تصوير أحياء، ولا تجتهد في المسألة، فقط تكتفي بما قال الأقدمون، كأن الأقدمون هم أنبياء معصومون، طريقة معينة فهم النصوص هكذا جامدة، تحرم كل أنواع الموسيقى يا أخي، حتى ضرب حديد على حديد، قالك حرام، كل حرام، كل أنواع الموسيقى، كل أنواع الرسم، كل أنواع التمثيل محرمة أيها الإخوة، النحت وكذا، الفيجرز وكذا، كل هذا محرم، هذا محرم، هذا محرم، وطبعا حتى التمثيل العادي التلفازي والمسرحي محرم، أكثرهم محرم عندهم، أكثرهم مدام في نساء انتهينا خلاص، محرم إلى آخره، من غير شروط، بعض محرم بغير شروط أيها الإخوة. أنت تنتج العنف يا حبيبي، يا مولاي، يا عالمنا الفاضل، أنت تنتج العنف، أنت تساعد على إنتاج العنف، لأنك تنتج شخصيات لا إنسانية، مشوهة، غير طبيعية، إنسان لا يلذه الجمال ولا يحركه ولا يستجيشه، هو إنسان منقوص، ليس آدمياً كاملاً، إنسان خطير. وأنا أخذت لكم مرة عن ويليام شكسبير في إحدى مسرحياته على لسان أحد أبطاله، يقول له احذر فلاناً إنه شخص خطير، very dangerous، خطير جداً. قال له كيف؟ قال لأنه لا يتذوق الجمال. شخص خطير، ممكن يقتل هذا، ممكن يقتل هذا، ممكن يزني بابنته. أنا أتحدث لكم أشياء مقززة، ممكن، نعم، يأتي الحرام وهو شيخ ويصلي الصلوات الخمس، طبعاً هذه قلة قليلة جداً جداً، لا كثر الله منها، بس موجود. لكن لماذا يفعل هذا؟ شخص فاقد الحاسة الجمالية يا إخواني، ليس عنده جمال، ليس عنده أي تحسس للجمال، شيء خطير. النبي هو كان شيخ المربين على الجمال وتذوق الجمال، هذا يحتاج إلى خطبة بحيالة، بل إلى خطب حتى في أشياء لا يلتفت إليها الناس. يعني روى الإمام أحمد في مسنده أن طلق ابن علي اليماني، معظمنا لم يسمع به، صحابي مغمور، مغمور جدا جدا، هذا الصحابي كان أحد المشاركين في بناء المسجد النبوي في صدر الفترة السعيدة المدنية، فكان يشارك، ولاحظ النبي أن الصحابة أرادوه على أن يتعاطى عملا آخر غير عملي. ما هو عمله؟ هو كان يعجن الطين، يضع الطين، يضع عليه الماء ويحركه بيديه، والنبي يلاحظ، فقال قربوا اليماني من الطين، قال لا لا لا، ما تخرجت على شيء ثاني، شفت، قال قربوا اليماني من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأحسنكم له سبكة. قال متقن، بيشتغل بجمالية هذا الرجل. أحد إخواني أيها الإخوة جاءه نمساوي مش عربي، الحمد لله، انتبهوا، وأنا عربي، أنا من غزية، أنا من غزية، جاءه نمساوي
يعمل له بيته أيها الإخوة، يرممه ويدهنه ويطليه. قال لي شيء عجيب، الرجل يعمل بتفان غير معقول، عمل عملا يستحق عليه أضعاف ما أعطيته من أجر، إلا أنه سعيد بأجره. قال وكان يعمل ثم يأتي هكذا يقف وينظر إلى الباب من عدة زوايا ويرى مدى اعتداله ومدى لمعان طلائه، ثم يعود. قال أنا أراه مكتملا وهو لا يرى كذلك. قلت له هذا يعمل بجمالية، هذا لا يعمل عشان يشبع بطنه فلوس، لا لا لا، يعمل عمله بجمالية، عمل يدوي عادي يعمله بجمالية فينتج. رحمة الله على شيخنا الجميل أبو الشكل الجميل والأسلوب الجميل والتعبير الجميل والأفكار الجميلة، الشيخ محمد الغزالي الذي قل مثيله في القرن العشرين وفي هذا القرن، ولا يفهم هذا الذين ينتجون البشاعات والعنف، لا يفهموا. ليه يقول غزالي علامه هو؟ يعني عندك الغزالي؟ غزالي أكبر مما تتخيل يا مسكين يا منقوص، أنت منقوص مش فاهم ولا حتفهم والله العظيم. كان يقول لماذا أتساءل لماذا تخرج الصنعة المنتوج يعني من تحت يد الغربي أكثر اكتمالاً وأجمل جمالاً من الصنعة التي تخرجها يد مسلم؟ لماذا؟ قال هذا دين محمد هيك؟ إحنا المفروض نكون أجمل والأتقن والأحسن في كل شيء، في كل شيء، حتى القرآن حين تقرأه النبي علمنا زينه بصوتك، والقرآن هو زينة الزينة، جمال الجمال، كلام رب العالمين. قالك لا، زينه، زينوا القرآن بأصوات، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. ما أذن الله، أي ما استمع لشيء أذنه، وليس إذنه، أذنه المصدر الأذن، أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى أو يترنم بالقرآن. الله نفسه لا يلهو يسمع هذا ويحبه. الملائكة يا إخواني حين تتلو القرآن وتتنغم فيه وتغني بلحون العرب طبعا وبأحكام التلاوة لا تتجاوز، الملائكة تتنزل لسماع تلاوتك، يصبح الجو ملائكيا، تحب هذا. لذلك أنا أحيانا يعني أخونا المؤذن هشام بارك الله فيه يسعدني حين يأتي يؤذن، عنده صوت جميل، عنده طريقة، أحيانا أستغرب من جراءة بعض ما حبي واحترامي لهم، لماذا يؤذن وهو موجود؟ المفروض إنسان لا يفعل الكلام، مستحيل أن أؤذن وهذا موجود يا أخي، صوته أجمل مني 50 مرة، لا يستحيل أن أؤذن. أمتع المصلين وأمتعني أنا كمان، أنا المؤذن، حتى وإن كنت حريصاً على الأجر. الإمام لو يعلم أن هناك من هو أقرأ منه وأجمل صوتاً عليه أن يتأخر، يقول له تفضل أنت يا أخي، نكسب أجر أكثر، نخشع مع كلام الله يتجلى علينا الله. هذا هو حس الجمالي، علينا أن ندمن أيها الإخوة فعلاً تحسس الجمال، وأن نربي أنفسنا، أسماعنا وأبصارنا وضمائرنا، نفوسنا أيها الإخوة وأولادنا على ذلك، كلما وجدنا إلى ذلكم سبيلاً، وأن يصبح هذا منهجاً مقرراً في التربية، التربية الجمالية. اللهم جملنا بالستر والعافية، وأكرمنا بالتقوى، وزيننا بالعلم.